سوق التماثيل للشاعر معيبد الرشيدي. لمن عسر المراقي يروم، لمن عسر المراقي يرومها عما طمن بالأرض يرقى رجومها. لا باع في سوق التماثيل واشترى له سلعة ترفعها للذوق سومها. متفكر بالوقت واللي يعيش به وحداث تحدث بين ليله ويومها. أشوف لي دنيا تبدل نظامها، تغيرت حتى مناشي غيومها. أول نرى التغيير تغيير معنوي مثل طبوع الناس ولا سلومها. واليوم حتى الجو خالف طبيعته، متخالط برد الليال وسمومها. أكثر علامة القيامة تبينت مما يدل انه قريب قدومها. والناس له الحين بالوقت غافلة تسعى وراء الدنيا وتشكي همومها. ما تدري ان ارزاق ربي مسجلة على جميع الخلق وزع قسومها. جال الطمع تيار يشتال من طمع، واليا طبع عود لنفسه يلومها. مجال يسمح اذكر علومها. يهلا العقول اصحوا وشوفوا حوالكم، قوموا لكم قومه نجا من يقومها. احيوا ليالكم بطاعات ربكم، ادعوا بها واسروا مساري نجومها. زاد النفوس ما علمتم بزادها، تقوى الله اللي ما يفوز محرومها. زاد النفوس ما علمتم بزادها، تقوى الله اللي ما يفوز محرومها. يالله يا اللي من دعا تستجيب له،
كفر خطايا النفس وانتهى رحومها.